السلام عليكم، انا اسمي محمود القصاص، الاي دي 5543. الجروب بتاعي هيتكلم على النانو ماتيريالز والابليكيشنز بتاعته على او في السيفل انجينير. في الاول كده انا هتكلم على كلمه النانو تكنولوجي عامه. النانو تكنولوجي بيبقى ليها معنى تفصيلي مختلف من مجال لمجال، بيختلف من مجال لمجال. وعامة كلمة نانو تكنولوجي هي عبارة عن عملية بنتحكم فيها وبنغير في هيكلة المادة على أساس حجم ضئيل جدا من 0.1 ل 100 نانومتر، علشان يطور من الماتيريال دي بخواص جديدة وفانكشنز جديدة. النانو تكنولوجي ليها ابليكيشنز كتيرة جدا في كل مجالات الهندسة. والنانو تكنولوجي دلوقتي بقى ليها اكتر بنية تحتية اقتصادية، بحيث انها بتوفر ديورابيليتي عالية جدا لمسافة طويلة من الزمن مع اقل تكلفة للصيانة، لانها مش بتحتاج صيانة كتير وكده. ومع بداية النانو تكنولوجي بدأ يتطور معانا السيفل انجينيرينج بابليكيشنز كتيرة، زي البروتكتيف كوتينجز، انها بتمنع التآكل وهجوم الاملاح اللي موجودة في المية للمواسير وكده، وانها كمان بتقلل انتقال الحرارة، بحيث انها يعني بتحمي الماتيريالز من الحرائق وكده، وانها توصل لها حرارة. يعني الابليكيشنز بتاعت النانو تكنولوجي دي اثبتت ان النانو تكنولوجي نجحت انها تصنع انسوليتورز ونانو سنسورز وايكو فريندلي ماتيريالز. ولو خصصنا كلامنا عن الكونستراكشن، هنلاقي ان النانو تكنولوجي ليها فوائد كتيره في الكونستراكشن اندستري. وزي ما احنا عارفين ان الكونستراكشن اندستري بتحتاج لانرجي ريسورسز كتيره وماتيريالز كتيره، فالنانو تكنولوجي بتساعد انها تنتج ماتيريالز يعني اقوى من الماتيريالز التقليديه، يعني عندها ديورابيليتي اعلى. وفي الكونستراكشن اندستري هنلاقي ان اغلب الماتيريالز المستخدمه في الكونستراكشن هي كونكريت، هنلاقي ان الكونكريت هي مسيطره على اغلب الماتيريالز اللي بنستخدمها في الكونستراكشن. فالنانو تكنولوجي في الكونكريت هي عباره عن ان احنا بنضيف نانو ماتيريالز للكونكريت ببروبورشنز معينه وطرق مناسبه ليها. والهدف من ان احنا نضيف النانو ماتيريالز دي للكونكريت هي انها بتمبروف الكومبريسيف سترينث والفلكشرال سترينث ات الايرلي ايج. النانو ماتيريالز كمان بتساعد على انها بتقلل المساميه في الكونكريت، لانها بتمتص ميه اقل مقارنه بالمواد الاسمنتيه التقليديه اللي كانت بتستخدم قبل كده. ووجود النانو ماتيريالز ده بيقلل محتوى الاسمنت في الكونكريت مقارنه بالكونكريت العادي. الابليكيشنز اللي فاتت دي بتخلينا يعني هي مش بتقلل ابدا من السترينث بتاع الكونكريت، وده يخلينا مع النانو تكنولوجي يعني نقدر ان احنا ننتج كونكريت صديق للبيئه، وده بنسميه جرين كونكريت. في ابلكيشنز كتيره للنانو تكنولوجي في السيفل انجينير، زي في الكونكريت والكونكريت بيفمنتس والجلاس والستيل والسنسورز. النانو تكنولوجي نقدر نطبقها على ماتيريالز مختلفه في الكونستراكشن، ومن ضمنها الازاز. وزي ما احنا عارفين ان تنظيف الازاز من المشاكل اللي بتواجهنا دايما، واحنا محتاجين ان احنا نحل المشكله دي،
والإزاز المصنوع من النانو تيتانيوم دايوكسيد هو الحل للمشكلة دي، بحيث إن التيتانيوم دايوكسيد من النانو ماتيريالز اللي بتقدر إنها تحلل الأورجانيك ويست. والإزاز المصنوع من التيتانيوم دايوكسيد بيأتراكت مية المطر، وبالتالي المية بتنظف الأتربة اللي موجودة على سطح الإزاز ده. النانو تكنولوجي كمان يقدر ان هو يصنع ازاز مضاد للنار، وده عن طريق ان احنا لو اضفنا السيليكا نانو بارتكلز ما بين طبقة السيليكا، لو اضفناها ما بين البانلز بتاعت الازاز، هنلاقي ان الطبقة دي بتعمل كمضاد للنار والحريق. وفي انواع مختلفة تقدر انها تعمل زي يعني كطبقة حماية، يعني غير النانو سيليكا، بس بيبقى ليها كيميكال كومباوندز مختلفة. النانو تيتانيوم دايوكسيد نقدر ان احنا يعني هو احنا بنحطه على الطبقة الخارجية من المبنى علشان يمنع التصاق الأتربة يعني والملوثات عليه، وده بيقلل تكلفة الصيانة بتاعته. أنا اسمي محمد علاء، الاي دي بتاعي 5347. هتكلم النهاردة عن استخدام النانو تكنولوجي في الكونكريت. لو هنتكلم بصفة عامة عن الكونكريت، فهو الكونكريت دي من most common construction material. فإحنا ما نقدرش نتخيل أي منشأ أي construction من غير الكونكريت. فالكونكريت ده بيعتبر بياخد 70% من الفوليوم بتاع structure بتاع اي منشأ. فالبروبرتيز بتاعة الكونكريت بتتغير بكذا طريقة، ممكن نغيرها بكذا طريقة. من احسن الطرق ان احنا نغيرها فيها ان احنا نستخدم النانو تكنولوجي، بنضيفها على الخلطة يعني الخرسانية. لو هنتكلم بالنسبة للنانو تكنولوجي ذات نفسها، بتأثر على البروبرتيز بتاعة الكونكريت. فهي بتأثر في ايه؟ فهي بتأثر في الهيت وفي الهيدريشن، بتأثر في الالكلوي اجريجيت رياكشن. لو هنقول ايه هم اصلا النانو بارتكلز اللي بنستخدمها مع الخلطة الخرسانية، هنلاقي ان النانو سيليكا والنانو كليز والنانو تيتانيوم اوكسايد والنانو ايرون اوكسايد والنانو الومنا. النانو ماتيريالز دي بتعمل ايه في الكونكريت؟ هما بيحسنوا من المسام اللي موجوده في الاستراكشر بتاع الكونكريت، بيعمل سبيد اب للكالسيوم سيليكيت هيدريت جيل، بيخليه يعني التفاعل بتاعه يتعمل بسرعه، وبيعمل امبروف برضه للكونكريت ميكانيكال ديورابيليتي، يعني الديورابيليتي بتاعه البروبرتيز بتاعتها بتكون عاليه بسبب استخدام كل ده للنانو تكنولوجي او النانو ماتيريالز، يعني لما بنيجي نحطها على الكونكريت. لو هنتكلم بالتفصيل اكتر عن النانو ماتيريالز اللي بنستخدمها في الكونكريت، فمن ضمن اشهر يعني النانو ماتيريالز اللي بنستخدمها في الكونكريت هي النانو سيليكا. النانو سيليكا دي بتبقى عباره عن كليسترز السايز بتاعها من نص ل 10 مايكرومتر. لو هنتكلم بالنسبه للفلاي اش، فهو الفلاي اش اصلا هو بيعمل امبروف للديورابيليتي والسترينث بتاع الكونكريت، بس عنده مشكله ان انا لما باجي اضيف الفلاي اش بيخلي في الايرلي ستيج بتاع الكونكريت بيخلي لي ان هو لو سترينث، بيقلله لي، فالسترينث بيبقى قليل. هي دي مشكله اضافه الفلاي اش. فاحنا بنقدر نتغلب عن الموضوع ده بان احنا بنستخدم او بنزود من النانو سيليكا. طب هي النانو سيليكا مثلا بتعمل ايه؟ فالنانو سيليكا دي بتعمل امبروف للدينستي والستراكشر بتاع الكونكريت، وكمان بتعمل امبروف للكومبريسيف سترينث بتاع الكونكريت، بان هي بتملي الفراغات ما بين اللارج فلاي اش والسيمنت بارتكلز. لو شفنا كده في الصوره عندنا هنلاقي ان في ثلاث حالات: الحاله الاولى لما الكونكريت تكون عاديه، الحاله الثانيه لما بضيف عليها السيليكا فيوم بس، الحاله الثالثه لما بضيف عليها النانو سيليكا كونكريت، يعني هي بيكون كونكريت متضاف عليها النانو سيليكا. هنلاقي ان في النانو سيليكا هنحس ان المسام بتاعتها مقفوله اكتر. فهنرجع تاني بقى هنشوف ان كمان الاديشن بتاع النانو سيليكا ده بيعمل لي امبروف الريزيستنس بتاع العزل، وكمان ان هو بيزود لي الاسترينث بتاع الكونكريت. فاحنا لو قلنا ان احنا لو زودنا نانو سيليكا
بدوز معينه بتبقى بنسبه 0.25 في البرسنتج يعني. ده بالنسبه للويت بتاع بتاع السيمنت ماتيريال اللي هي البورتلاند سيمنت المورتر العادي. فده ده بيعمل لي ايه؟ بيقلل لي من الفلو بتاع المورتر، وكمان بيقلل لي من ال بكده يعني ان هو بيقلل لي من السيتنج تايم بتاع المورتر ذات نفسه. ده لو احنا استخدمناه بالنسبه دي. لو هنتكلم على النانو ماتيريال تاني، فهو النانو تايتانيوم. النانو تايتانيوم ده بيساعد الكونكريت على السيلف كليننج، وغير كده هو بيعمل اكسلريت للريت بتاع الهايدريشن، يعني بالمعنى التاني ان هو بيزود الديجري بتاعه الهايدريشن. لو هنتكلم بقى بالنسبه للنانو ايرون، فالنانو ايرون لما بيجي اضيفها على السيمنت مورتر بيعمل لي انكريز للكومبريسيف سترينث، وبرده بيعمل لي فيلنج للجابس اللي ما بين الفلاي اش والسيمنت بارتكلز. ده طبعا لو انا زودت الفلاي اش ده من الاول. لو هنتكلم بالنسبه للجدول اللي موجود، فهنلاقي في الخانه اللي على الشمال ده حاطط البرسنتج اللي انا بحطها بتاعه النانو ايرون بحطها في الخرسانه، وعلى اليمين حاطط الكومبريسيف سترينث بتكون قد ايه خلال 7 ايام وخلال 28 يوم وخلال 90 يوم. لو هنلاقي في ال 28 يوم و 90 يوم هنلاقي ان اعلى كومبريسيف سترينث لما حطينا 1% من النانو ايرون. فده معناه إن لو احنا رسمنا كيرف هنلاقي ان الحد 1% هو ده البوينت اللي عندها النانو ايرون بيكون جايب اقصى حاجه. بعديها بقى بيقل، لو زودنا لو حطينا 1.5% هيبقى كده اقل، لو حطينا 2% هيبقى اقل. كل ده بالنسبه يعني للكومبريسيف سترينث. لو هنتكلم بقى بالنسبه للكربون نانو تيوبس، فالكربون نانو تيوبس دي عندها الديامتر بتاعها بيبقى من 10 لـ50 نانومتر، واللينس بتاعها بيبقى من 100 لـ1000 نانومتر. احنا بنستخدمها كرينفورسينج ماتيريال، فهي بتعمل يعني موف للرينفورسينج بيهيفير من ماكروستروبيك لنانوستروبيك ليفل. بالاضافه كمان ان الادفانتج بتاعتها ان هي بتخلي ان السترينث يبقى عالي، وبتخلي ان يانجز مودلز يبقى عالي، يعني مودلز اوف الاستيستي بيكون عالي. ده بالنسبه للبيهيفير بتاعها. فاحنا كده هنكون خلصنا اهم النانو ماتيريال اللي احنا بنستخدمها يعني في الخلطه الخرسانيه. لو جينا نهينا الموضوع ده هننهي بس بحته ان المشكله الرئيسيه في الكونكريت هي كراك اللي بيحصل فيها. فاحنا نقدر نعالج الكراك دي بالنانو بارتيكلز اللي هي بتحل مشكله الكراكس اللي بتحصل فيها، عشان هي بتخلي بتملى المسام اللي بتبقى موجوده في الكراك بتاعه الخرسانه. لو هنتكلم بقى عن استخدام النانو تكنولوجي في الكونكريت بيفمنت، لو اتكلمنا بصفه عامه عن البيفمنتس فهنلاقي ان البيفمنتس دي لازم تكون سترونج، ولازم تكون ديوربل، لازم تكون ريزيستنت للويذر والعوامل التعريه وريزيستنس كمان للووتر. لو هنتكلم بقى احنا هنضطر نستخدم النانو ماتيريال في الكونكريت بيفمنت، ليه هنضطر نستخدمها؟ عشان تزود لي الاستراكشر سترينث والديورابيليتي. فالنانو ماتيريالز دي كمان لما باجي اضيفها على الكونكريت بيفمنت بتحسنني من هو ما يخلينيش ان انا اقعد اعمل مينتيننس للطرق، ودي بتحل لي المشكله دي. فلو احنا بقى اتكلمنا عن النانو ماتيريالز ذات نفسها اللي احنا بنستخدمها، من اشهرهم النانو ايرون. النانو ايرون ده لما بنيجي نعمل له كومباينيشن مع النانو سيليكا بيزود لي الريزيستنس بتاع الابريشن بتاع الكونكريت بيفمنت سيرفيس، السيرفيس بتاعها بيزود لي الريزيستنس بتاع الابريشن بتاعه. لو هنتكلم عن النوع التاني فهو النانو تايتانيوم اوكسايد، فده بيعتبر ككاتاليست، هو بنعتبره ككاتاليست. الكاتاليست ده بيعمل ايه؟ هو بيعمل سيلف كليننج لنفسه، بنستخدمه برضه في الرود بيفمنت، وبيشيل لي يعني البوليوشن اللي بيكون موجود على الطريق ده بسبب ان هو بيعتبر سيلف كليننج ماتيريال. السلام عليكم، انا اسمي شاري احمد، اي دي 5587، والنهارده هتكلم عن النانو تكنولوجي في الستيل. طبعا من خصائص الستيل ان هو عنده جود تنشن،
بس عنده مشكلة كبيرة جدا في الفاتيج. فالفاتيج دي مشكلة كبيرة لأن بيحصل للستيل فيلير لما بيتعرض لسايكل فلود. بس احنا ممكن نتخطى المشكلة دي وبان احنا نستخدم النانو تكنولوجي في اللي هي معالجة الستيل، بان احنا عن طريق ان احنا بنقاد للستيل كربون نانو بارتكلز. لما بتتحط الكربون نانو بارتكل للستيل بتخلي الستيل الفينش سيرفيس بتاعه سموث اند ايفن، فبنتغلب على خاصيه الفتيج. طبعا ده بيقلل الستريس وبيقلل طبعا بقى الفتيج كراكنج وكده. في طبعا جيل جديد من الستيل بيتم تطويره ليكون مقاوم للصدأ ومقاوم للتآكل اكتر من الستيل الموجود او الستيل اللي من غير استخدام النانو تكنولوجي. والنيو ستانلس ستيل از ديفلوبد اند ويل بي سوتبل في اللايت ويت ستراكشر. في الستيل الجديد اللي بيتم تطويره بيكون لايت ويت ستراكشر وبيستخدم كمان في الريجيد بريدجز. في شركه طبعا امريكيه اللي هي ام اف اكس طورت نانو ستراكشر موديفايد ستيل، ده عشان يكون عنده higher strength و higher ductility و fatigue resistance، بيقاوم طبعا الفتيج و normal strength of steel. دي طبعا الخصائص دي بتعمل ايه؟ بتزود عمر المبنى وبتزود عمر وبتقلل التآكل، حتى لو كان في بيئة التآكل فيها او عوامل التآكل وعوامل الصدأ كبيرة، ده بيقاوم الظروف. تاني حاجة هتكلم عليها هي النانو تكنولوجي في السنسرز. طبعا باستخدام النانو تكنولوجي عرفنا نعمل حاجة مثلا زي الاير باجز اللي تبقى موجودة في العربيات، ودي حاجة مهمة جدا للسيفتي بتاع الدرايفر. حاجة ليها علاقة بهندسة شوية، النانو تكنولوجي بنستخدمها في النظم الكهربائية والميكانيكية عشان نتحكم بالاكسترنال انفايرمنت. زي ايه؟ زي مثلا زي درجة الحرارة، زي الرطوبة، زي السموك، زي السمج، زي الضوضاء. Some of sensors fixed in structure دي عشان نعرف بيها الستريس والسترين مثلا والفايبريشن بتاعت الستركشر. يعني لو عندنا ستركشر وعايزين نعرف مثلا الستريس والسترين والفايبريشن بنركب عليهم سنسرز باستخدام السنسرز دي معموله طبعا بالنانو تكنولوجي. بنعرف بقى نعرف المنشأ عن المنشأ ده حاجات كتير زي الستريس والسترين والفايبريشن وكده. Some of sophisticated devices برضو sensors من النانو تكنولوجي بنراقب بيها early stages بتاعت concrete properties. عندنا خرسانة عايزين نعرف خصائصها المبكرة بتاعتها، فبالتالي نجيب sensor ونراقب بيه concrete معمول طبعا بالنانو تكنولوجي. بنراقب بيه بروبرتيز زي ايه؟ مثلا زي الرطوبه وزي الحراره. وطبعا بالطريقه دي احنا بنقدر نحسن من خصائص الكونكريت، ان احنا نعرف خصائصه ازاي، ايه احسن الظروف عشان نخليه احسن منتج ممكن يطلع من الكونكريت. In conclusion، ما نقدرش طبعا ننكر دور النانو تكنولوجي في المجال الهندسي وفي عموما ومجال الهندسة المدنية خصوصا، لان النانو تكنولوجي يعني من اهم فوائده او الفوائد البارزة جدا ان هو بيحسن خصائص المواد، ودي طبعا حاجة بنحتاجها جدا في civil engineering، بحيث ان احنا بنكون محتاجين نحسن خصائص المواد مثلا زي الخرسانة فتدي عمر اكثر للمبنى، تديله durability اعلى، تديله resistance اكتر للكروجن مثلا او للصدأ في اماكن يكون فيها نسبة المواد اللي بتسبب الصدأ كبيرة. فبنبتدي نستخدم نانو تكنولوجيا عشان نحسن كل المواد دي، نحسن خصائص الحديد عشان تبقى اقوى وتبتدي تقاوم الصدأ اكتر، نحسن خصائص الستيل زي ما اتكلمنا فوق، نستخدم السنسرز عشان نبتدي نشوف بيها خصائص الكونكريت وهكذا. فطبعا لسه في دراسات كتيرة لازم تتعمل وهنستفاد اكتر من النانو تكنولوجي في المجال الهندسة المدنية، وده يعني بلا شك ان النانو تكنولوجي هتؤدي الى طفرة كبيرة جدا في المجال الهندسة المدنية.